السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. خوتي كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه الحليوه اقتصاديه وكتجي بنينه رائعه. وقبل ما نبداو نحضروا هذه الحليوه هذه اللي اول مره غادي تشوف القناه، شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنسوش اللايك. وشكرا للناس كاملين اللي متبعيني وكيخليو لي كومونتيرات زوينين. يلا هو خليكم معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الحليوه هذه. اخوتي خواتاتي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في الحلوه اللي شفتو معايا. عندي هنايا 4 ديال البيضات، جوج كيسان ديال السكر سنيده بكاس العنبه، وجوج كيسان ديال زيت نباتيه حتى هما بالكاس ديال العنبه. عندي هنا جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، لكل ساشيه فيها 8 غرام يعني 16 غرام المجموع. وعندي هاد الساشي ديال الخميره ديال السكر فانيلا. عندي واحد الحامضه محكوكه، والقشره ديال الحامضه محكوكه كتعطي مذاق رائع. وهنايا الدقيق على حسب الخليط، العجينه ديالنا تكون مرخوفه ما تكونش قاصحه دائما. بسم الله، شويه ديال المليحه ضروري دائما كنديروها. غادي ناخذ البيض، سكر سنيده، وزيت نباتيه. ناخذ هاد الساشي ديال الفاني حتى هي، والحامض والقشره ديال الحامض محكوكه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان مزيان حتى ينسجموا مزيان مع بعضياتهم، ونرجع معكم. صافي، من بعد ما تخلطوا العناصر كلهم مع بعضياتهم ضروري كنبقاو نخلطوا مزيان حتى كتذوب لينا سنيده تماما. صافي، غادي نحيد الخلاط اللي دابا غادي نبقى نضيف الدقيق. الدقيق بطبيعه الحال راه مغربل عندي من قبل. بسم الله، غادي نضيف شويه بشويه ونضرب الخميره ديالي. بسم الله، على بركه الله. نخلط في الخليط ديالي شويه بشويه. خلطت الحلوه ديالي، هانتوما شوفوا العجينه ضروري ما تكون هكا العجينه طريه باش كتجينا الحلوه ديالنا فتيه وما كتجيش قاصحه. هنايا دخلت لي 900 غرام ديال الدقيق، كان عندي هنا كيلو ديال الدقيق. ودابا غادي نشكل معكم هذه الحليوه هذه اللي كتجي زوينه رائعه. حضروها لوليداتكم، شربوا بها كويس ديال اتاي. هنايا عندي الطبسيل دهنتو بشويه ديال زيت المائده، وهاد الحلوه هذه غادي نشكلها بهذا البوق هكا. هاد البوق هكا من الجهه، من هاد الجهه هادي هو بلا، ومن الجهه الفوقانيه عنده هاد السنينات، من تحت هنا سامبل. هانتوما بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ الطريف ديال العجين هانتوما، وغادي نخرج هكا الحليوه ديالي على قد القياس اللي بغيت. انا غنديرها على هاد القياس هذا، هكا كتجي هكا مسنه، يجيو هاد المخطيطات هادو، ومن تحت كتجي عاديه ما فيها حتى شي حاجه. هكا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها ديال العجين اللي عندي، ونحاول هاد الحليوه تجيني مقاده بنفس الحجم والقياس. ولا الحجم ديال الحلوه كيبقى على حسب اللي بغيتو، كاين اللي يبغيها تكون طويله، اللي يبغيها قصيره من هكا، ولا بحال هاد الشكل هذا بهذا الحجم هذا. انا غادي نديرها هكا، غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي ونرجع معكم. ساليت الحليوه ديالي بالشكل هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندخلها الفران طيب. الفران عندي شاعل سخون مزيان، غادي نقص العافيه وندخل الحلوه ديالي الجهه الفوقانيه تطيب على عافيه مهيله، تطيب الحلوه ديالي ونرجع معكم. بعد ما طابت الحلوه ديالي وخليتها حتى بردات، دابا غادي نزينها عندي هنايا انا الكونفيتير ديال الحامض وديال الليمون الحامض. غادي نزينها شويه، غادي ندير شويه ديال الكونفيتير، غادي ندهنها هكا غير شويه.
انا اختاريت نديرها هاد المربى ديال الليمون الحامض، حيت انا درت فيها القشره ديال الحامض هكا غادي يتواتى معاه وغيجي زوين المذاق ديال الحلوه. صافي غادي نلصق وحده مع وحده كيف ما كتشوفوا معايا هكا، وغادي نحطهم وغادي نستمر بنفس الطريقه، ندهنها شويه هكا بالمربى غير شويه باش تلصق ليا وحده على وحده هكا على هذه الطريقه هذه. انا هنا اختاريت ندير المربى، نتوما الا بغيتو ديروا الشكلاط ديروه حتى هو يجي زوين. كيف ما كنقول لكم التزيين دائما كيبقى اختياري وكل واحد كيزين بالطريقه اللي بغى. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي هذه الكميه كامله ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي اللي شفتوا معايا ها نتوما خوتي، جات رائعه هكا. زينتها بخطيطات ديال الشكلاط الابيض، وانتم زينوها باش ما بغيتو. هي الا كان خطيطات بالشكلاط الاسود تجي باينه اكثر، انا كان متواجد عندي شويه ديال الشكلاط البيض هو اللي زينت به. هانتوما كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نقسم معكم وحيده تبارك الله ما شاء الله جات كميه كثيره، وخدرت وحده مع وحده هانتوما ما شاء الله، وكتجي لذيذه لذيذه هانتوما وكتجي هشيشه. شوفوا اخوتي نتمنى يكون كيبان معكم هانتوما، شو ما شاء الله كتجي هشيشه هشيشه وكتجي لذيذه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على الكومنتيرات الزوينين وعلى اللايكات ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.